دعا زعيم المعارضة البريطاني سير كير ستارمر إلى انتخابات فورية، كما دعا أحزاب الخضر وديمقراطية الأحرار والوطنيين والوطني الاسكتلندي لإجراء انتخابات عامة. جاء ذلك بعدما أعلنت ليز تراس بعد مرور 6 أسابيع من رئاستها للوزراء استقالتها من المنصب. وأعلنت تراس عن إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلفا لها من المحافظين. وشددت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن على ضرورة أن ترتكز الحكومة جهودها على أولوياتها. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the